وأن ندافع عن مصالحنا. بطبيعة الحال كما تفضل السيد العوين، مسألة الإعلام المطروحة والتطوير هو الدندن هذا القطاع المعروف في العالم، والآليات تتطور بمعنى أن الفاعل السياسي أو أيا كان عليه أن يتجاوب مع ما يعرف هذا القطاع من تحولات. قبل الثمانينات لم يكن هناك الإنترنت، قبل التسعينات لم تكن هناك وسائل الإعلام الإلكترونية بحدتها، بالتالي علينا أن نطور ذاتنا، قوانيننا، تشريعاتنا، أن نعزز موارد البشرية، أن ندفع بتقديم كل الإمكانيات الضرورية. لأن قلت في البداية أن هذه المعركة هي لا تقل أهمية عن تكوين الفرد في الجيش على استخدام السلاح في الدفاع عن القضية الوطنية. إذن مسألة التطوير القطاع في مجمله هي قضية دائما مطروحة على جو الأعمال الوطني فاعلين في الحكومة أو في المعارضة. فيما يتعلق بمواجهة ما يطرحه النظام الجزائري، راه ضروري نشير لما يعتمد فيه. راه لا يمكن لنا أن نربح قضية دون أن نعرف ما يصدم الخصم من أسلحة ومن تطوير، ما يمكنش. راه قبل أيام يعني قناة التلفزية الثالثة الرسمية وصفت المغاربة بالجويع والحفاظ الذين شاركوا في مسار الخضراء. وصار يعني الإعلام الجزائري إلى مستوى من التدني والعادات في مواجهته. فبمعنى التالي يجب تعرية هذا وسائل الإعلام الجزائرية وما يقوم به النظام الجزائري حتى نرفع المصداقية والمشروعية عن هذا الإعلام. تعلمون أن الإعلام الجزائري كون منذ 1988 تعددية سوريا في البلاد. خرج من غير الحزب الوحيد وأطلق في البداية 60 حزب. وهذه الأحزاب موجودة في الساحة، لكنها منضبطة للسلطة الوحيدة الفعلية في البلاد وهي المؤسسة السلاح. هي واجهة فقط. علينا أن نعري ذلك، علينا أن نكشف أن الإعلام الخصوصي لا خصوصية له. ليست هناك حرية تعبير في الجزائر أو حرية الصحافة، لأن الكل يستمد أوامره ودعمه ومبرر بقائه من رافد واحد وهذا أساسي. ما أنا كنهرب من هذه القضية الاستراتيجيات يعني أي حاجة كنقول خصنا استراتيجية خص العمل وخص خطط الإعلام أساسي. ومسألة ديال التسكين راه كتها في الأرض، راه ضروري التسكين أولا. الصحفي الذي يتصدى لهذه القضية يجب أن يكون له معرفة قانونية علمية مستجدات البحث وغيره وتكوين ذاتي أحيانا. والدولة يجب أن تقوم بدورها. وزارة الاتصال قبل سنوات كانت بال محاولة لتسهيل الترافع بألف شخص وقاتل 5000 شخص. هذه المبادرة أيضا من المستحب أن يستفيد منها الصحفيون من أجل الترافع الرقمي. الصحافة المكتوبة معها كامل الأسف، الواقع لا يرتفع. في المغرب الصحافة الورقية الآن في مستوى معروف. فبالتالي الأداة الأخرى التي يجب أن نتصدى بها لخصوص المحيط الترابي هي المجال الرقمي ومجال الترافع ومجال ابتكار فيه. يعني راه المجال واسع والخبراء يقولون ذلك، بمعنى انه لدينا ملف قوي مسنود بكل المعطيات التاريخيه والقانونيه، بالتالي علينا استثماره اعلاميا في الواجهات المتقدمه. فيما يتعلق بالاشاره لحزب الاستقلال، حزب الاستقلال بتواضع يعني زعيم تحرير على الفاسي كان اول واحد انشا جريده الصحراء دفاعا عن هذه القضيه وكتب فيها الكثير، وكثير من رواد حزب الاستقلال لهم مساهمات كثيره. وبالطبع هذا يلقي علينا نحن عبء مواصله المسير والقيام بجهد ذاتي من اجل خدمه القضيه. ودائما القضيه الوطنيه دائما كانت في اولويات حزب الاستقلال، هذا معروف في تاريخه.
أؤكد على مسألة التكوين ومسألة الرد على الخصوم بالمعطيات القانونية وبالمعرفة ماشي باللغة المتداولة. لا، علينا أن نحاجج الخصوم بما هو موجود من وثائق ومعرفة. وبالطبع إعلامنا كما قلت يقوم بدوره ويجب أن يتطور هذا الدور، وهو في قطاع مفتوح دائما على التطور. وبالتالي إن شاء الله كما قلت في الختام، هذه معركة الحمد لله اكتسبناها، وجلالة الملك أكد أن مغربية الصحراء لا رجعة فيها، وأن المغرب في صحرائها والصحراء في مغربها. علينا أن نتمثل ونستحضر كما دعوة جلالة الملك أن يكون يقظين، والإعلام يجب أن يكون ناقدا في هذا الشأن. وقال أن قضية الصحراء ليست قضية مالك فقط، بل هي قضية الجميع، إعلام وأحزاب ومؤسسات ومجتمع مدني. فعلينا أن نواصل هذه التعبئة وهذه اليقظة، وفعلا نحن في ما أقول في الخطوات الأخيرة، بل الحمد لله قطعنا مسارا كبيرا. عندما الواحد يسترجع ما كان عليه الوضع في بداية النزاع المفتعل، والآن الحمد لله المغرب ثبت وحدته وشرعيته قضية الوطنية. وشكرا.